نقدر ايضا اننا كذلك التقليد من السيد مهند هذا طبعا التقليد لان طبعا مجموعه الجماعات الجديده ديال توزيعنا الكهرباء فيها يعني غتاخد حيز كبير من الشراء لانها هي في مرحله اوليه وفيها العدد كثير بزاف الجهه ككل من دار الناس اللي بالنور ما سهلاش مجموعه الجماعات التعاون البيضاء اليوم بقى فيها مرفق ديال النقل هذا ما كيمنعش على ان المسؤوليه غتبقى رحنا بوحدنا كجماعه الدار البيضاء 37 صوت يعني اصبحت النائبه الثانيه النائبه الاولى وبالتالي راه غادي يبقى الاشراف مع السيد الرئيس اللي هو محمد الكدوشي رئيس جماعه الحجاج كنتمناو التوفيق ولكن راه غادي نحاول طبعا متعاونين لان 90% ديال النقل هو داخل مدينه الدار البيضاء وبالتالي ما نجيش ندير بلاصه ديال الرئاسات انا كنستمتع ولكن هذا كان اختياري وبالتالي وكان توافق ايضا فنحمد الله كنا كنتعاونوا من قبل